ملف مهم تحرص الدولة على الاهتمام به وتطويره. فخلال 6 سنوات ماضية تغيرت منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر بمشروعاتها المختلفة. محافظة شمال سيناء إحدى المحافظات التي واكبت الطفرة الكبيرة في مشروعات الإسكان، بل هي من المحافظات التي شهدت اهتماما غير مسبوق في هذا الملف نظرا لعمليات إعادة تطوير بعض القرى والمدن في هذه المحافظة مع عمليات توفير سكن لأهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح المتضررين من الإرهاب. بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نوفر الرعاية المتكاملة لأبنائنا من مواطني رفح والشيخ زويد اللي هم أديروا نتيجة العمليات الإرهابية، وكانت تعليمات أن يخصص لهم إسكان لائق للناس يتواجدوا فيه، وفعلا احنا خصصنا لغاية دلوقتي سلمنا 1680 شقة لصالح المواطني محافظة شمال سيناء مدينة رفح والشيخ زويد. سكن بديل عملت الدولة على توفيره لأهالي الشيخ زويد ورفح بتكلفة تتحملها الدولة وبنظام الاستضافة وحتى الانتهاء من مدينة رفح الجديدة. تم تخصيص 750 شقة لأهالي رفح و360 شقة لأهالي الشيخ زويد. طبعا الإيجار الشقة ده 425 جنيه، الدولة بتتحمل 325 جنيه، المواطن أو المواطنة بتدفع 100 جنيه بس، وده نظير الخدمات داخل منطقة حي السبيل. وهنا تظهر ملامح الاطمئنان والراحة على وجوه من حرصت الدولة على حمايتهم وتسكينهم مع توفير كافة الخدمات لهم. وسيادة الرئيس طبعا ما سبناش أبدا، كنا أولاده وإخوانه وأهله، فهم جابونا وخافوا علينا، وكل أي خدمة بتمناها إحنا الشعب الأهالي بيعملوها زي الفل. أول ما دخلنا لقينا ما في حاجة ناقصة، قالت يا عم اللي قال الأبلة، قالت اللي عايز حاجة يقود الناقصة مفاتيح، جابت لنا مفاتيح وجابت لنا العمال وجابت لنا السباك وجابت لنا، واللي قالت اللي خصص عليكم أنا أعمله. أنا حسينة بالأمان وبشكر سيادة الرئيس وربنا ربنا يخليه لنا. ملف هام يظهر ضمن استراتيجية تنمية سيناء عملت الدولة على الاهتمام والارتقاء به من خلال مشروعات مستمرة تقدم حياة آمنة لمواطني سيناء. فمن إسكان اجتماعي إلى مدن جديدة تخطو سيناء إلى التقدم والازدهار. مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري.